ابتدائنا كان يوم أمجد بالعز قد رفع اللواء محمد ملأ الدنا عدلا ومهد دربها وأقام حكما بالشريعة يشهد يوم ابتدائنا ما يزال ليومنا نغم تردده القلوب فتسعد أيها الأحبة في كل مكان هكذا تكون هذه الجولة سجل في تلك السلسلة 6 أهداف في هذه السلسلة بترسل عالية فيها انطلاقة تصل سهلة إلى خارج حالة وكرة بالخطأ بتصل لضمك وفي خطأ لمصلحة نادي ضمك خالد بريس تهديف الانتظار من بدران الكرة بترسل بعيدة وصل إلى 41 بعد التعادل قبل البارحة أمام على الجهة اليسرى كونان محاولة تبع الخيبري تغيير اللعب عند الغنام تحضير لكن الكرة بعيدة أول الله أكملت لم تكتمل أنقذها الدفاع وذهبت إلى الارتداد لمصلحة ضمك مع صيحات جماهيرية يا شافعي القرار ركلة جزاء نادي ضمك يتقدم كريستيانو رونالدو نصر الدون يضرب نعم نصر الدون يضرب ويعلن التقدم المبكر الآن الغناب إلى كريستيانو أوبا تصل إلى هلال عربي سوداني الله 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 أجمل هدف لم يسجل تابع تقدم الآن والتحرك الحاضر والكرة فيها كرة الرد غريب يفضل التسديد أو التمرير لم يكن الظروف النصر يضرب بالثالث ربما الآن ما زال عايش في الصندوق عايش في الجو الدون الله على التسديد لكن مرت وذهبت إلى الخارج كذلك أمام الشباب كرة الآن جميلة بالرأس الكرة بتصل إلى الخارج ساند الغنام بعرضية الكرة بتصل تغطية ناجحة من عبد القادر بدران إلى ركلة الزاوية لمصلحة النصر رونالدو أهداف وصناعة كرة بتوصل الكرة بتبعد رونالدو التقدم وغريب طالب تمرير حاضر والكرة محاولة بتصطد وتصل ينتظر للمواجهة ويتحرك ويقع على أرضية الملعب ويطالب عبد القادر بدران بيتحرك ويصل وإنقاذ ناجح من مصطفى زم عادت الكرة لكن هنا العقيدي ينجح في إنقاذ يستعيد عافيته الفنية هل يسجل الكرة بتصل من كرة بتصل من جديد الكرة بتبعد عاد والعمار إذ يعانون الكرة توصل تماشى الكرة بتصل من جديد بالطول وطرق لضمك من جديد فيها خطأ لعلوش لها أنتوليتش الكرة بترسل كانت خطيرة فعلا والعربي السوداني كان أقرب لكن اليسرى أو يعلي علّى فعلا سهلة في أحضان العقيدي السوبر بيحضر كرة الكرة على أن يرسل كرة حسون سهلة في أحضان العقيدي الله على
الكرة، التغطية من أمام، تحرك منصور، منصور حمزي يسدد كرة ضعيفة، وصل على الرابع، نروح على السوبر، نروح الكرة الضالة، وصلت لكريستيانو، يضرب، بيسدد، ماشى الآن، الكرة بتضرب، حصار، على الجهة اليسرى، العمار، الكرة بتصطد، شوف حصة تدريبية، سنرى مباراة بقبضة اليد، هارور سامي يتحرك الآن، بعيدة الآن في الجانب الأيمن، طالت ما طالت، الكرة طالت فعلا، الغنام بيرسل كرة عالية، الكرة لها فاروق شافعي، ما شاء يضرب، ينتظر، يسدد مرة بالجوار، ركلة مرمى لمصلحة نادي ضمك، لعرضية يرسلها فعلا كريستيانو بقبضة اليد، التأثير والتمريرات البينية والعرض، إذ اللوحة الفنية كانت حاضرة وبالذات في الشوط الضغط ربما قابلة للزيادة، ماشا عادت الكرة من في دورينا، كرة بتصل الآن كريستيانو، الله الراية رفعت، السوبر هاتريك، حالة تسلل كما ترون، كريستيانو أقرب، ماشا مشاربوف لا ينجح بالمرور، تغطية تفعيل السيد ريزيتش معتمدا على 4 بعد أن كان في الشوط الأول على 5 ولم يفد، كرة بترسل خوسيه أنطونيو مرت أمام الجميع، ووصلت الكرة إلى الخارج مع وقوع نسبة للنصر على الحسن، يعني تقدر تقول النصر أصبح كريستيانو والسوبر، ربما هذا هو الحدث من جديد، سوبر هاتريك، هل يكون الكرة تذهب إلى، يتحرك طلب الكرة من كريستيانو بعيدة، اصطدت صراع المنافسة الآن، كريستيانو يحاول وصول لكن تغطية تطربك، فريق يمتعك، فريق يقوده الدول وغريب، لتصل محاولة تسديدة مرت بالجوار من العربي السوداني، محاولة عايش في مصيدة في الجانب الأيمن، تسديدة الكرة بتمر إلى الخارج في مصيدة، لكنه يبادر الآن، الكرة مقطوعة من لاجامي، وصلت لصلاحم، أكثر مما يدخل منزلة يفعل رجل الأرقام القياسية، وقد قلت يوما استفيد بالفايدة اللي جوه زي ما انتم شايفين كده، انا هفتحها قدامكم اهو اهي بالشكل ده كده تمام، وهنقوم حاطين، هنعمل كده على طول، المفروض بقى زي ما قلت لك لو انت هتعمله كوبايتين حط لهم او اربع او خمس حبات بنفس الشكل ده كده، انا هفتحه اهوت، انا هعمل طبعا كوبايتين، هنحط لهم اربع او خمس حبات ده كده يا جماعه، انا فتحته اهوت كده معايا خمس حبات دلوقتي على قد الكوبايتين اللي انا هعمله. طيب المكون الثاني اللي معايا زي ما انتم شايفين ليمونه موصله كده، لو انت عندك الليمون كبير حط نص بس، لو عندك الليمون وسط صغير كده اهوت حط ليمونه بحد، انا هقطع الليمونه دهيت ارباع وهحطها بحد، مش هعصرها ولا حاجه، هوريها لكم برده اهي علشان تتابع معايا الوصفه وتعملها صح.